الإمام الحسين. عرش الله نعل في قدم أبي عبد الله الحسين. الإمام الحسين يكون محاسب ويحاسب شيعته يوم القيامة من الحسينيين. والإمام الحسين ما وصلنا مقداره ولا فضله. كل الخلائق وكل الأكوان خلقت بشان الإمام الحسين. سيقول لي ليش وقت تقولون يا علي؟ قلت له شوف المرأة يوم اللي تجيبنا أمهاتنا تقول يا علي، أول كلمة نسمعها يا علي. النبي كان يقول يا علي، لا تقول شرك. النبي هم كان مشرك، أعوذ بالله. النبي كل اللي عنده يا علي كتاب هالضخامة، كل فقط الروايات اللي أولها يا علي. قلت للمرأة لما تريد تجيب أولادها تقول يا علي، يوم اللي نريد نمشي تعلمنا تقول يا علي واصعد من الدرج، يوم اللي نوقع نقول يا علي، يوم اللي دنموت نقول يا علي، وبالقبر نقول يا علي، ونطلع من قبورنا ونقول يا علي، ووالله يوم اللي ندخل الجنة احنا ننادي يا علي. رب العالمين ما يسلب من عندنا هالكلمة في الأوقات الحرجة. ناد عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي بنبوتك يا محمد وبولايتك. احنا عندما ندخل، عندما ندعو، عندما نطلب حاجاتنا الشخصية والاجتماعية بهذه النظرة، يعني أنت دا تدخل على إمام بيده الكون وبيده كل شيء، وإذا قال للشيء كن يكون. إذا أمير المؤمنين شاهد على كل النبوات، شاهد على كل الرسالات، شاهد على تمام الكتب الإلهية. فكما تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، بإمكانك أن تقول إنا للحسين وإنا إلى الحسين لراجعون.